الكريم الآن الكلمة مباشرة للدكتور عبد الله خيف بمداخلة بعنوان البعد السياسي والإعلام لالتحاق الطلبة بالثورة الجزائرية في الصحافة المغربية 1956-1962. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الأساتذة، أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذه الوقفة التاريخية مع هذه الذكرى وهذه المناسبة العزيزة، ألا وهي ذكرى عيد الطالب. وبما أننا في شهر رمضان وفي العشر الأواخر في انتظار ليلة القدر المباركة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أما بعد، مداخلتي معنونة بالبعد السياسي والإعلامي لالتحاق الطلبة بالثورة الجزائرية في الصحافة المغربية من سنة 1954 إلى سنة 1962. سوف أحاول أن أختصر مركزا على مقدمة مختصرة، ثم مباشرة ندخل إلى صلب الموضوع، وأختم هذه المداخلة بمجموعة من التوصيات في نقاط. ولذلك أقول أن بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الثورة لما اندلعت كما هو معروف لدى الجميع، اندلعت وانخرط فيها كل شرائح المجتمع بما فيهم الطلبة. ومن أجل تأكيد هذا الدور لهذه الشريحة اللي هي شريحة الطلبة، فقد قام هؤلاء بتأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وذلك في تاريخ 27 فبراير من سنة 1955، وبمبادرة من جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، وبتوجيه نداء عام لكل الطلبة من أجل الانضمام والمشاركة في تشكيل هذا الاتحاد. وعليه فقد انعقد مؤتمره الأول بباريس في الفترة الممتدة ما بين 8 و14 جويلية من سنة 1955، وبحضور مكثف من شخصيات ثقافية وسياسية وممثلين عن المنظمات الطلابية بما فيها الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين. وقد تناول هذا المؤتمر ثلاث محاور أساسية يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي جمع شمل الطلبة الجزائريين وتوحيد مطالبهم وحقوقهم. النقطة الثانية هي العمل على إعطاء اللغة العربية مكانتها باعتبارها المحرك الأساسي للثقافة الجزائرية. ثالثاً وأخيراً، مشاركة الاتحاد في الحياة السياسية للبلاد. وفي الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 28 مارس من سنة 1956، عقد الاتحاد مؤتمره الثاني كذلك بباريس، وحضره 60 مندوبا جزائريا، ومثل هؤلاء المندوبون 13 فرعا للاتحاد، كما حضرت وفود عن المنظمات الطلابيه التونسيه والمغربيه. وقد تواصلت اشغال هذا المؤتمر طيله 4 ايام، وخرجت بتوصيات عبرت عن الموقف الواضح للاتحاد ازاء القضيه الجزائريه ودعمه للكفاح التحرري، خاصه بعد تعمد السلطات الاستعماريه وعدم استجابتها لمطالب الاتحاد وتزايد البطش الاستعماري للطلبة الجزائرية. وبنادي الدكتور سعدان وهو مقر حزب البيان سابقا، طرحت فكرة الإضراب الشامل والمفتوح عن كل الدروس. وكانت هناك أقلية عارضت الانقطاع عن الدروس وبشدة، ولها مبرراتها، وليس المجال كافي لأن نسرد أهم هذه المبررات. وفي الاجتماع الثاني في الغد تقرر الإعلان الرسمي عن إضراب وانضمام تلاميذ الثانويات، وصدر بهذه المناسبة نداء 19 مايو من سنة 1956، حيث قرر الطلبة انقطاعهم عن الدراسة وفي نفس الوقت الالتحاق جماعيا بالكفاح المسلح. وفي الفترة الممتدة ما بين 20 و23 مايو من سنة 1956، وبعد أن بعث الاتحاد وفدا إلى فرنسا، قرروا بالإجماع الدخول في إضراب عام والتوقف عن الدروس والامتحانات. هذا بالنسبة للمقدمة. ندخل إلى صلب الموضوع وهو نشاط الطلبة الجزائريين في المغرب، وقد عنونت هذا العنصر الثاني بأخبار نشاط الطلبة الجزائريون في المغرب إبان الثورة التحريرية من خلال جريدة العالم ومجلة دعوة الحق المغربية. وكمثال حتى لا أطيل، أعطي عناوين لأهم المقالات التي صدرت في الصحافة المغربية باختصار.
في سنة 1946 ورد مقال بعنوان جمعية طلبة شمال إفريقيا بباريس تستقبل نواب الجزائر المصريين. وهناك مقال آخر في سنة 1949 الطلبة الشهداء. ومقال آخر في سنة 1949 كذلك جمعية الطالب الجزائري بكلية القرويين رسالة شكر للشعب المغربي لتضامنه مع ضحايا الحادث المؤلم. صاحب الجلالة يوجه مبعوثا خاصا لمشاركة إخواننا الجزائريين في مصابهم. مقال آخر في سنة 1951 طلبة الزيتونة يضربون بمناسبة ذكرى حوادث الصيف. مقال في سنة 1956 طلبة المغرب العربي في فرنسا يضربون تأييدا للجزائر. مقال آخر في 26 جانفي من سنة 1956 احتجاج طلبة الجزائريين في مونفيل. مقال آخر بعنوان الاتحاد العام للطلبة الجزائريين بالمغرب في شهر فبراير. في شهر كذلك فبراير 23 فبراير من سنة 1956 مظاهرة للطلبة الجزائريين. مقال آخر طلبة العرب بلندن وتكوين جمعية لمحاربة الاستعمار. مقال كذلك في 29 مايو إعلان الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين فرع الرباط. مقال آخر في 2 جوان من سنة 1956 طلبة الجزائريون يضربون عن دروس الامتحانات. مقال آخر مؤتمر طلاب العرب يدرس قضية الجزائر. مقال في سنة 1959 رسالة تونس الاتحاد العام لطلبة تونس يطلب إعلان الدستور التونسي اتباع سياسة التصميم الاقتصادي القومي. في أبريل 6 أبريل من سنة 1959 اتحاد الطلبة الفرنسيين يستنكر حرب الجزائر. في 16 جوان من سنة 1959 طلبة المدارس الإسلامية في الجزائر يحتجون على مشروع فرنسا. في شهر جويلية من سنة 1959 موضوع مؤتمر الطلبة الإفريقيين بتونس الوحدة الإفريقية في الاستقلال. في 28 جانفي توسيع 1960 توسيع حركة الإضراب في الجزائر الطلبة يحتلون كلية الحقوق في باريس. في 19 فبراير من سنة 1960 الطلبة بباريس يؤيدون موقف حزب الاستقلال من القنبلة الفرنسية. في 21 فبراير من سنة 1960 طلبة المغاربة بموردو يحتجون على القنبلة الفرنسية. في 24 فبراير من سنة 1960 طلبة المغاربة بباريس يطالبون بتصفية الخلاف المغربي الفرنسي. في 3 جوان من سنة 1960 تعاون الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا مع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. في 11 جوان من سنة 1960 طالب جزائري يؤدي الامتحانات في فرنسا ويداه مسلسلتان بالقيود. طالب جزائري يؤدي الامتحانات في فرنسا ويداه مسلسلتان بالقيود. في 28 أكتوبر من سنة 1960 مظاهرة المنظمات الطلابية والعمالية تضامن مع الجزائر. المتظاهرون يطالبون استئناف المفاوضات. الاتحاد الوطني مقال آخر في 12 مارس من سنة 1961 الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين ينظم مهرجانا للمطالبة بإجراء مفاوضات مع الحكومة الجزائرية. وآخر مقال بعنوان زيارة فوج من الطلبة الجزائريين المغرب وقد ورد في مجلة دعوة الحق في سنة 1961. وكخاتمة لهذه المداخلة المتواضعة باختصار إن أهداف إضراب الطلبة الجزائريين في 19 مايو من سنة 1956 والذي حمل شعار ضياع الحق في سكوت أهله يمكن إجمالها في الآتي: أولا تدعيم النضال الثوري بمنخرطين جدد من الطلبة. ثانيا تنظيم حملات الدعاية والإعلام لصالح الثورة الجزائرية. ثالثا توحيد الطلبة وربط مصيرهم بمصير شعبهم المكافح. رابعا إزالة الفوارق التي وضعها الاستعمار بين الطلبة. خامسا تفنيد مزاعم الاحتلال بعدم وجود ثورة على أرض الواقع. سادسا توجيه رسالة عملية للمستعمر الفرنسي بأن جميع شرائح المجتمع الجزائري ملتفة حول ثورتها وعازمة على الحصول على حريتها واستقلالها. سابعا إدانة سياسة الاعتقال والقتل التي تعرض لها الطلبة والأدباء. وخلاصة القول أن الثورة الجزائرية تدعمت بالعديد من الطاقات الفكرية والعلمية من الطلاب للعمل معها في صفوف جيش التحرير الوطني كمجندين وصانعي قنابل وأطنان.
كالدعاية والإعلام لتنوير الرأي العام العالمي والفرنسي بصفة خاصة، ونقل أخبار الثورة الجزائرية وتطوراتها بواسطة المناشير والمقالات الصحفية المختلفة قصد إسماع صوت الثورة الجزائرية على الصعيد الدولي، والتحسيس بالقضية الجزائرية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. وبالتالي فإن التحاق الطلبة بالثورة ساعد على إعطاء بعد سياسي وإعلامي للقضية الجزائرية، وهو ما كانت في أمس الحاجة إليه من رجال لهم كفاءات علمية وإدارية وتنظيمية لقيادتها. أما عن أهم التوصيات التي يمكن التوصل إليها في آخر هذه المداخلة المتواضعة وبهذه الذكرى التي تمر في ظروف جد استثنائية مع انتشار هذا الوباء عافانا الله وإياكم منه، يمكن إجمالها في الأبعاد التالية: أولاً سياسياً، لا بد من المشاركة الإيجابية للطلبة في الأحزاب السياسية من أجل صناعة نخبة حقيقية تقود المشهد السياسي إلى بر الأمان مستقبلاً إن شاء الله. ثانياً إعلامياً، تشجيع الطالب الجزائري على استخدام كل الوسائل الإعلامية لدعم مشروع الجزائر الجديدة بأفكار بناءة تساهم في ترسيخ الوطنية الصادقة والتنمية الاقتصادية المتوازنة والانسجام الاجتماعي المطلوب والذي يخدم الوطن ولا يهدمه. ثالثاً اجتماعياً، كسر الطالب للحواجز الاجتماعية بينه وبين فئات المجتمع المتعددة ومشاركته في مختلف الجمعيات الخيرية والفاعلة في المجتمع وغيرها لتغيير نمط وصورة الطالب الجامعي داخل المجتمع الجزائري الذي هو في حاجة ماسة وملحة إليه. رابعاً ثقافياً، التفوق العلمي وهي المعركة الحقيقية التي يجب أن ينضم لها كما انضم للثورة سابقاً، لأن العالم اليوم بعد كورونا يتجه نحو معارك وحروب علمية، فعلى الطالب الجامعي أن يعيها جيداً ويكون مستعداً لإنقاذ مجتمعه والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة خاصة من الناحية الفكرية. وخلاصة القول أن يدرك الطالب الجامعي أن الموقع الذي يقف فيه موضع حساس، وأن يشعر بتلك المسؤولية الجليلة والخطيرة في آن معا حتى يكون خير خلف لخير سلف. والقاعدة النهائية التي يمكن أن أختم بها هي أن طلبة الثورة معناه ثقافة زائد علم زائد سلاح ثم انضمام للثورة، وما يجب على طلبة اليوم هو ثقافة زائد علم زائد إدراك ووعي سليم، وهو ما يوصلنا بحول الله إلى جزائر كما تبناها طلبة الثورة، بين معركة التحرير إلى معركة البناء والتشييد إلى معركة التأثير وصناعة القرار الصائب. والله الموفق، ورحم الله شهداءنا رحمة واسعة، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم.